هقول الحمد لله رب العالمين، وزي ما كنت دايما بقول ان ما ينفعش الناس تعرف عننا غير الحاجات الكويسة. فالنهاردة الحمد لله رب العالمين، بعد ما بقينا كويسين، عايزة اشكر الناس كلها اللي كانت بتدعي لنا بالخير. عايزة اشكر الناس اللي تدخلت عشان تحل الموضوع، منهم ناس من الوسط الفني، وعايزة أخص بالشكر للنجم الجميل الأخ رامي صبري، لأنه من أكتر الناس اللي كانت مصممة إن الموضوع يتصلح. الأستاذ الشاعر عوض بدوي كمان عايزة أشكره جدا جدا جدا، إنه برضو حاول ويتدخل إن هو يصالحنا، ومن أصدقائنا محمد سراج، أحمد بسيم، أي حد من الناس اللي حاولت تصلح الموضوع عايزة أشكرهم جدا جدا جدا، ويدعوا لنا دايما بالخير وإن ربنا يهدي لنا الأحوال.